وصلنا لهذا المستوى الممتاز والرائع لولا جهود الفريق الوطني والحملة الوطنية للتطعيم، التزام بالإجراءات الوقائية والمشاركتهم في التطعيم وأخذ الجرعة المنشطة خلال هذه الفترة اللي ساعدت كثير انخفاض حالات الإصابات عندنا وانخفاض حالات الحالات اللي تحتاج الدخول إلى المستشفى. وإن شاء الله بهمتهم وصبرهم نتعدى هالمرحلة. الحمد لله وصلنا المستوى الأخضر بعد انقطاع طويل، وأحب أشكر الفريق الوطني على جهودهم المتواصل، وأشكر المجتمع طبعا على الوعي وعلى حفاظه وحرصه على أخذ التطعيمات والإجراءات اللازمة ولبس الكمام، وإن شاء الله نضيف المستوى الأخضر وتقل الحالات أكثر وأكثر. جهود البحرين وحكومة البحرين رئاسة ولي العهد جهود جبارة مقارنة مع البلدان الثانية، احنا قاعدين خطونا خطوات كبيرة، وإن شاء الله بلد أمن وأمان وصحة وعافية للجميع وترجع الحياة طبيعية. كل ما تحصنوا الناس بوعيهم وباللقاحات وبالإرشادات تكون الأمور الحياة طبيعية أكثر، نرجع في الحياة الطبيعية إن شاء الله في أقرب وقت. آلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا تعتمد على المستوى اليومي لعدد الحالات في العناية المركزة، إذا كانت 50 حالة أو أقل لمدة 14 يوم بيكون في فتح للقطاعات والأنشطة للمطعمين وغير المطعمين مثل المدارس، المقاهي، الألعاب الترفيهية، السينما، وطبعاً بيكون في إلزامية للبس الكمام في الأماكن الداخلية. أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يكون حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب الاستمرار في الإقبال على أخذ التطعيمات والجرعات المنشطة منها وفق مواعيدها ضمن البروتوكولات المعتمدة لكل تطعيم. أهمية التطعيم مع أخذ الجرعة المنشطة مهم كنوع دفاعي معزز للجهاز المناعي وفي رفع الاستجابة ضد فيروس كورونا COVID-19. رفع درجة المناعة في إنتاج الأجسام المضادة اللازمة لمواجهة الفيروس، تقليل من حدة الإصابة وحدة الأعراض، وهذا شيء ضروري عشان نحافظ على المستوى الأخضر أطول فترة ممكنة وإن شاء الله دائما. نأكد على أهمية الجرعة المنشطة في رفع الاستجابة المناعية للجسم، تخفيف الأعراض، المضاعفات المصاحبة عند الحالات القائمة التي قد تستدعي تلقي العلاج والتحول للعناية المركزة لا سمح الله.